النهارده انت نزلت تشوف شهادات الاستثمار بتاع قناه السويس؟ طبعا انا جاي عشان اخد 4 شهادات ليا واحفادي وابني. طبعا جيت انا عشان مصر، يعني عشان مصر تقف على رجليها وترجع لوضعها مع العالم كله وتبقى بلد قويه وبلد لها شأن ولها وضع اللي هو وضعها الاصلي الاولاني، لازم يرجع كما كانت واقوى كمان. 21 جاي النهارده علشان ايه حضرتك؟ يعني سيبنا شعورك كده النهارده. انا اكيد مبسوطه طبعا، يعني زي اي واحد مصري مبسوط جدا بمشروع قناه السويس. عارف الواحد مساهمة منه المشروع الضخم دوت أول حاجة، وتاني حاجة مساهمة برضه مادية، يعني العائد كان بعامل كبير، زائد المشروع وجماله المشروع والانبهار اللي احنا منبهرين بيه ان شاء الله، والامل اللي احنا حاطينه فيه باذن الله، وان شاء الله ده امل هيتحقق في مصر ويجيب الخير والرخاء لابناء مصر والشباب بالذات، هيفتح ليهم مجال عمل، واحنا كلنا في خدمه مصر وشعب مصر. شايف مشروع قناة السويس الجديدة ايه؟ مشروع عظيم جدا، وكان المفروض يتعمل من زمان، ولكن كل شيء بقدر ان شاء الله، وهو مشروع هيحقق الرخاء لشعب مصر كله ان شاء الله. طبعا بلدي، ولازم ان احنا نقف جنب بعض، لان دي بلدي، اهم حاجة مصر. اذا كانت غالية على الناس اللي بره مش غالية علينا احنا ولادها، وان شاء الله غالب مصر هتنتصر، وان شاء الله هتكون يعني ريتها مرتفعة على طول ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هيوفقنا. دي اقل حاجة بنعملها، يعني اقل حاجة بنعملها لمصر. انا جيت اشتري الشهادة دي مش للعائد، عشان خاطر بلدي، عشان خاطر الشباب ده يعيش، لان احنا خلاص اننا يعني بنلعب في الوقت الضايع، انما الشباب ده هو المهم، فاحنا بنشتري الشهادات دي لمصلحه البلد، علشان البلد تقف على رجلها، وكفايه انا كده بقى، عاوزين ننتبه للبلد، يا الله يكرم السيسي، ربنا كرمنا بعد ربنا بالسيسي، لان ليس خائن، ليس خائن، ليس خائن.